اعتراف ضمني من جانب بن عطية بأنه غير جاهز في الفترة القادمة، والدليل بأنه يغيب في معظم لقاءات نادي يوفنتوس. خطيرة، جول يا روعة الهدف، عالمي 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 يا فيصل يا فجر، كما أخذت الصفة العالمية مع الفرقة الغاليسية ديبورتيفو لا كورونيا. جاءت لمسة الكبار، جاءت لمسة الموهوبين، جاءت لمسة الهدافين. فيصل فجر يصنع الحدث في الليغا الإسبانية مع الفرقة الغاليسية، هو يؤكد مع النخبة المغربية. الله على الهدف في الزاوية 90، نبيل دينار، التمويه من يوسف أنصيري بداخل القدم بباطن القدم، هدف ولا أروع من لاعب أكثر من راية. هو لعب فيصل فجر، حطيله في الزاوية الصعبة، حطيله في المكان الصعب. أوه، هدف رائع، هدف رائع يا فيصل يا فجر، سيدون سيكتب في صفحات مشاركاتك مع المنتخب المغربي. فيصل فجر كان واحد من النجوم المغربية في الكأس الإفريقية الماضية، لأنه لم يقدم الشيء الكثير مع النخبة المغربية. يجيبني نعم ويقول أنا موجود، أنا حاضر كذلك بتمريراتي، لأن الكرة خرجت من يونس. شوف يونس، شوف الباس، شوف التمريرة من يونس، والمتابعة من عزيز مؤدوس في الزاوية الصعبة. انطلقت معك يا فيصل، مرت على اللاعب يونس بلندا، يمينية قوية في الركن الأيمن، نعم في الدوزيام بوتو في جنجل. لأنه لم يقدم الشيء الكثير مع النخبة المغربية. جول 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 جول، عزيز بواتوس، عزيز بواتوس يصل المرمى أخيرا، ويونس بلندا يجيبني ويقول أنا حاضر. يونس بلندا يجيبني، يجيبني نعم ويقول أنا موجود، أنا حاضر كذلك بتمريراتي، لأن الكرة خرجت من يونس. شوف يونس، شوف الباس، شوف التمريرة من يونس، والمتابعة من عزيز مؤدوس في الزاوية الصعبة. انطلقت معك يا فيصل، مرت على اللاعب يونس بلندا، يمينية قوية في الركن الأيمن، نعم في الدوزيام بوتو في